هذا يسأل يقول إن إذا سئلت عن مسألة وأنا ما أعرف الجواب، لكن أنا قرأت في كتاب أو سمعت شريط فتوى بالجواب، هل أقوله للسائل؟ نعم، تقول أفتى فلان، ما تقول أنا، تقول أفتى فلان أو سمعت فلان يفتي بكذا، تنقل له الفتوى نقل بأمانة. إذا كان الشخص المنقول عنه من أهل العلم وثقة، إذا كان المنقول عنه من أهل العلم الثقات لا بأس أنك تنقل الفتوى إذا كنت متأكدا منها 100%.